شايف البي ار بي دي من احسن الحاجات اللي تحافظ على الوش. جراحة تجميل الوجه ان انا ارجع الوجه لمقاييس جماله هو. انا مش جاي عشان اطلع واحد تاني، انا جاي عشان اطلعك باللي يليق عليك. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، عضو الجمعية الامريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. اهلا بكم. لو واحد سألتني قالت لي ايه من عمليات التجميل اللي ممكن يخلي وشي مختلف احلى كتير، بس لو محتاجاهم عملية الانف وعملية الجفون. العمليات دي بتغير شكل الست 180 درجة لو هي محتاجاهم، وكمان الراجل لو عنده مشكلة ومحتاج يعملهم هيتغير شكله بنسبة كبيرة والشكل اروع كتير، بس بشرطين: يكون محتاجهم زي ما انا قلت، قررت دي ثالث مرة اكرر فيها كلمة محتاجهم دي. تاني حاجة يتعملوا على ايد بروفيشنال جدا، لان دي عملية المليمترات وما هو اصغر من المليمترات، عملية عايزة دقة شديدة جدا. اتعملت في اوروبا كتير والمشاهير شكلهم فعلا اتغير. مثلا اشهر ناس عملوا الانف لما نيجي نشوف انجلينا جولي، من الناس اللي كانت عندها ديفو معين في مناخرها وهي يعني جينيتك عندها مشكلة، لما عملتها برضو كان في اعوجاج بسيط في الانف غير شكلها الى حد كبير من ما كانت موجودة. وطبعا كمان جينيفر انستون من اشهر الناس اللي عملت الانف، وكانت دي محتاجاها قوي، يعني كان فعلا الانف غير متناسب مع بقية شكلها وفرق معها كتير. ساندرا بولوك النجمة الجميلة من الناس اللي عملتها وبرضو كانت محتاجاها جدا، وفي رأيي ما تعملتش كما ينبغي، بس ده في الوقت ده اعتقد عملت بدري شوية، يمكن في اوائل الالفينية اللي فاتت يعني اتحسنت شوية. كاميرون دياس من الناس اللي كانت بتعاني فعلا من شكل انف غريب، يعني كانت كبيرة الانف من تحت ما كانتش محددة من فوق، كان فيها سنة اعوجاج، كان كل ده موجود. نيكول كيدمان ايضا من الناس اللي غيرت شكل انفها الى درجة افضل بكتير، يعني انا شايف ان نيكول كيدمان احلوت، اتعاملت مع وشها كويس، راحت لجراحين تجميل جيدين اتعاملوا معها كويس جدا. كمان بيونسي من الناس اللي اكيد استفادت من جراحات تجميل الانف، وخصوصا انها كانت انف افريقية كلاسيكية فيها العرض، وطبعا انف افطس للداخل، الحز بتاعها غير محدد، فرق كتير قوي مع جراحات تجميل الانف. اذا هي جراحات تغير فعلا، لكن جراحات دقيقة جدا مش اي جراح يقدر يعملها، مش اي جراح تجميل يقدر يعملها. النهاردة حوار المليمترات، النهاردة حوار جراحات الدقة، جراحات الخطأ فيها يعمل مشاكل كبيرة، وجراحات الخطأ فيها يصعب جدا إصلاحه. في جراحات تجميل خطأ فيها سهل، أو تعالي شدة مش مظبوطة أو نشدها لك، في جرح فتح سنة معلش هنقفله سهلة، لكن دي الأنف والجفون حدث ولا حرج. ضيف العزيز هو واحد من البارعين في هذا المجال، وبسعدني جدا بحواره العلمي، وبسعد جدا باسلوبه، ودايما اقول ان اسلوبه بيديني انا الثراء الاعلامي، لانه بيحكي من الناحيه الكلينيكيه بشكل كويس جدا. الناحيه الكلينيكيه لحاله المرضى، المريض طلب كذا، المريض كان عايز كذا، المريض حصل له كذا، الحكايات او الحكاء الطبي ده مهم جدا في الاعلام. الاسم الكبير وسوبر ستار جراحات تجميل الاستاذ الدكتور حاتم الصحاب، اهلا بيك. اهلا بيك دكتور ايمن. انا قلت قبل ما نطول في حوارنا النهارده، الالف والجفون عمليه، المليمترات عمليه مهمه بتغير وش 180 درجه. اولا بس مبروك على انه انتوا احسن برنامج طبي على مستوى العالم العربي. بفضل وجودك ربنا يخليك يا دكتور ايمن، تستحقوها. اشكرك. شكرا جزيلا. الناس اللي بيجيبوهم ناس محترمه جدا ومن احسن الدكاتره اللي موجوده على مصر والعالم العربي. اشكرك. شكرا جزيلا. مهرجان الفضائيات العربيه اعطانا اولويه لسنه ثانيه على التوالي. يعني الف مبروك جدا. اشكرك. وحاجه فخر لينا وفخر لمصر كلها ان يبقى برنامج زي ده موجود برضه بيتبث من مصر. اشكرك. شكرا جزيلا. قول لي بقى اللي انا قلته صح؟ مليمترات ده اقل من مليمترات.
والله انا قلت برضو اقل من المليمترات بكتير قوي. اولا احنا عندنا الوش كله كوم والانف حته لوحدها. الانف الحاجه الوحيده الثري دي اللي في وشك، يعني انت كل حاجه عندك، العين ملهاش يعني مش باينه 3 دي، انما الانف هي ليها 3 دي اللي باين في وشك. تاني حاجه شكل الانف بيغير شكل الوش، يعني وشك رفيع وانفك كبيره شكلها وحش، وشك مليان وانفك صغيره شكلها وحش، قصص كتير قوي. تاني حاجه هو الجزء المرتفع عن وشك كله، فهو ده اللي بيظبط السيمتريه بتاعت ايه؟ وشك. فالانف مشكلها كتير جدا. اول مشكله العيان محتاج ولا مش محتاج يعمل عمليه تجميل انف، دي اول ايه؟ قاعده. طيب لتسهيل الدنيا، الانف لما بنيجي نعمل لها اي عمليه بيبقى عندنا واحد من اربع مشاكل، سواء واحده او الاربع مشاكل او اتنين من الاربع مشاكل. ايه هما؟ رقم واحد طول الانف. طول الانف هذا الطول المفروض الحته دي تبقى زياده عن فتحات الانف ملي او 2 ملي، عشان بس يبقى اذا الانف الطويل. يبقى انا رقم واحد بتكلم على طول الايه؟ الانف. رقم اثنين عرض الانف، والعرض ده جزئين، عرض عظمي وعرض فتحات الايه؟ الانف. ده مجرد بترسم خط من داخل العين، ان الجزء الداخلي من العين بتلزمه ستريت لاين او خط مستقيم، المفروض فتحات الانف وعرض الانف لا يعدوا هذا الايه؟ الخط. عشان بس يبقى برضه الناس عارفه ايه مشكلتها ايه. يبقى اذا اتكلمنا على طول الانف، عرض الانف. ثالث مشكله ارتفاع الانف، اللي هو الارتفاع ده. طيب الارتفاع ده في منه كذا شكل. في الشكل الرومانيان اللي هو زي الرومان اللي هو بيبقى معقوف كده، ده رقم واحد. في الشكل اللي داخل قوي زي الافريكان اللي هو بيبقى مفيش بروز للانف. انما الشكل المتعارف عليه للسيدات بيبقى عامل كيرف بسيط كده، والرجال بيبقى مور اور ليس يعني اكتر منه خط مستقيم. لو ارتفاع الانف زاد عن الخط اللي نازل من الجبهه يبقى اسمه الارتفاع كتير، اللي هو بنسميه الرومان نوز او الانف الرومانيه. او لو نزل تحت مستوى خالص زي الافريكان اللي هي بتبقى مطموسه من هذا، ده اسمه الافريكان نوز. يبقى احنا اتكلمنا على طول، اتكلمنا على عرض، اتكلمنا على ارتفاع. المشكله الرابعه اللي هم المنطقه التب وما يدور حواليها، اللي هي المنطقه بتاعه الانف اللي بيسموها بالبلدي الاجنبه بتاعه الانف او مقدمه الانف، زائد فتحات الانف. المعلومه المهمه الناس مش عارفاها ان عموما فتحات الانف متماثله في الانسان الطبيعي، وكل فتحه ليها شكل معين على التاني، ممكن تبقى بيضاويه، ممكن تبقى دائريه، على حسب. انما عرضهم اللي احنا بنتكلم فيه شكل. طب هل هذه المقدمه اللي هم بيسموها الاغنبه محدده ولا مش محدده؟ عريضه ولا مش عريضه؟ فيها الديفينيشن بتاع دخله الانف من هنا، فيها الديفينيشن دخله الانف من هنا، او تحديد الانف من هنا او تحديد الانف من هنا ولا لا؟ يبقى اذا بنتكلم على اربع مشاكل: طول، ارتفاع، عرض الانف نفسها، وشكل مقدمه الانف. هذه المقاييس تتناسب مع مقاييس الوش، اشوفها هل هي ماشيه مع الوش ولا مش ماشيه مع شكل الوش. طيب عمليات تجميل الانف ليست لتحويل شكل الانف، انما لضبط مقاييس الانف. يعني انا جالي مره عيان قال لي، واحنا قبل ما نعمل عمليه بصوره، قال انا عاوز مناخيري شكل مناخير اكس حد من الفنانين. قلت له هو انت شبه اكس؟ عشان مناخيري تبقى شبه اكس الفنان الشخص ده. الشخص ده قال لي لا. قلت له طب خلاص هنعمل حاجه تتناسب مع شكل وشك. يبقى اذا دي اول حاجه بتعرفها هي مقاييس الانف. هذه المقاييس لو اختلت احنا محتاجين نعمل عمليه تجميل لهذا الانف لرجوع مقاييسها طبيعيه. شروط عمليه تجميل الانف: رقم واحد لا تؤثر على وظيفه الانف. يعني وانا بعملها ما ينفعش اطلع الانسان عنده مشكله في التنفس. بالظبط. ودكتور التجميل ليس دكتور انف واذن. حلوه كده. يعني انا ما فيش تجميل بيظبط انف واذن، بيظبط مشكله ايه؟ التنفس. لا اؤثر على حاسه الايه؟ الشم. لان ساعات بيبقى العيان الريكوست بتاعته او طلباته ممكن تؤثر على الوظيفه بتاعت الانف، ضيق لي الانف خالص. طب يا ابني لو ضيقتها
انا يعني هتشم اتنفس ازاي؟ طيب اغلبيه العيانين اللي عندهم جيوب انفيه وعندهم مشكله حاجه بيسمها التيرمنت اللي هي الحاجات الداخليه بتبقى متضخمه بسبب الجيوب الانفيه، لازم ابقى كوشس جدا وانا بعمل عمليه تجميل الانف. ابقى عارف، ابقى مستشير دكتور انف واذن وحنجره، هل لو عملت 1 2 3 4 هتاثر على التنفس ولا مش هتاثر على التنفس؟ يبقى اذا لازم يبقى عيان محتاج. رقم 2، لازم الاعمال اللي هعملها لا تؤثر ولا على الوظيفه ولا تعمل مشاكل تانية للعيان سواء في الشم او اي حاجه. طيب ترى التقنيه الخارجيه التجميل الانف من الداخل ولا تجميل الانف من الخارج؟ هو مفيش حاجه اسمها داخل وخارج، عشان بس يبقى متفقين، ده مشهور بالناس. بص، هي الداخل اللي بيتعمل في العظم من جوه، الخارج بنزود عليها الفتحه اللي ايه اللي من بره دي. هذه الفتحه بس مش اصغر. طب امتى اعمل دي وامتى اعمل دي؟ لو حاجه بسيطه، مجرد مثلا ست بيقول عندها هامب او سلامه جمل موجوده على ظهر الانف، مجرد عمليه بسيطه افتح لها فتحه صغيره من ناحيه واحده كمان، بدخل حاجه زي اسمها ببغض بتكحت هذه الطبقه وبتخليها تديني الشكل اللي انا ايه عايزه. طب لو انا عاوز اعمل توتال نيزل شوب، عاوز اكسر وعاوز اظبط وعاوز ارفع المقدمه لفوق عشان ادي الشكل الانسيابي وعاوز اصغر المقدمه، طبعا مش هعمل ده كله من فتحه صغيره. عشان من هنا من هنا، كل التكنيكس في العالم الى الاوبن تكنيك او الطريقه المفتوحه اللي بالظبط بشيل الجلد وبقلبه والعب في الغضاريف وفي العظم زي ما انا عاوز لحد ما اوصل للشكل المناسب. يا جماعه بالظبط الجلد ده انا ما بلعبش فيه كتير، كل اللي بلعب فيه الغضاريف والايه؟ والعظم. نظام اللحقن ومش احقن والمراهم ومش المراهم والكلام ده كله ما ينفعش في عمليه تجميل انف. انا بصلح عظم وغضاريف، حاجات ثابته لازم اظبط مقاييسها، وفي الاخر الجلد مجرد ان هو لبس بيتلبس على هذه العظام وهذه الغضاريف اللي بتدي شكل الانف في الاخر. هو عادي ممكن يحط كريم عشان يصغر ولا في؟ سمعت الكلام ده؟ ياه، سمعت ولا ده النصب الساذج؟ سمعت الكلام ده نصب ساذج؟ لا انا بقول لك سمعت الكلام ده، النصب ممل. انا سمعت، انا سمعت الكلام ده. والله العمليه بتتم موضعي او كلي على حسب الحاله، بيخرج نفس اليوم. نتيجة الأنف، ودي برضه حاجة مهمة، نتيجة العملية، نتيجة العملية. ناس كتير بتبقى متصورة إنها خلاص لازم بقى تبعت يوم ولا يومين. لا إن شاء الله، ما فيش حاجة خير. لما إحنا بنلعب في عظم وفي غضاريف تبتدي النتيجة في الظهور بعد أسبوع ل 10 أيام، تبدأ في الإيه؟ في الظهور. في الظهور. إن أنا ماشي على الطريق الصح. صح. العيان يحس إن أنا اختلفت شوية. بيحط حاجه بلاستيكه صغيره كده بنحطها له بعد العمليه، بيخرج نفس اليوم على فكره، يباتش وبيروح بيتهم وبيمارس حياته عادي والكلام ده كله. كل اللي بنكتب له حبه اطارات، ما فيش اي حتى مساعد كتير او مديش مضاد حيوي. يجي بعد فتره، بعد اسبوع نبتدي نشيل البلاستيكه دي، نشوف شكل الانف عامل ازاي. اقول له بص احنا بنتكلم على 10 ل 20% من النتيجه فقط. طيب بعد اسبوعين 30 ل 40% من النتيجه، بعد 4 أسابيع 60 ل 70% من النتيجه، بعد شهرين 3 تبتدي النتيجه بتبقى احلى احلى. خلي بالك احنا بنكسر عظم يا جماعه، ده العظمه بتلحم، بتاخد وقت عشان تلحم، اي عظمه في جسمك بتاخد وقت عشان تلحم. اللي يقول لك نتيجه فوريه ومش فوريه ده كلام ليس له اساس من الطب ولا الصحه. الانف بتاخد وقت عشان تبان النتيجه. طيب ومفيش انف تبقى شكل الانف الثانيه، وما ينفعش اعمل انف بتاع بني ادم على بني ادم ثاني، ومفيش حاجه اسمها اسطمبه. الكلام احنا عرضت صور الممثلات، في منهم عمليات حلوه وفي منهم عمليات دمات يعني في بس في ملحوظه عامه، ما لهمش اسطمبه. لا ما لهمش اسطمبه. انت مش ملاحظ الفتره اللي فاتت دي في اسطمبه بتعمل في بلد معينه كانت اسطمبات؟ فاكر الفتره دي؟ فاكر الفتره دي اسطمبه واحده بتعمل؟ انا لا، العالم كله رجع ان مفيش حاجه اسمها اسطمبه، في حاجه اسمها مقاييس وجه ومقاييس انف، لازم الاثنين يركبوا على بعض يدوا النتيجه اللي انت المظبوطه اللي انت عاوزها. ده بالنسبه لك. عايز اروح للجفون بقى. اوكي. الجفون مشاكلها بتبقى مشاكل شكليه ووظيفيه برضه. وظيفيه طبعا. يعني ساعات الواحد ما بيقدرش يشوف كويس بسبب الجفون. احنا لو قسمنا الجفون في مشكلتين، مشكله الجفون العلويه ومشكله الجفون السفليه. المشكله في اي جفن حاجه من الاثنين، لا جلد لا دهون.
خلي بالك ان بفنس في الايليد ده لازم يشوفوا الاول غده درقيه ولا لا، وشوف ده كذا مشكله ده كذا مشكله يعني. بس دي ما بتعالجش يعني، لو احنا رجعنا الغده الدرقيه طبيعتها مش الجفون هترجع لحالتها الطبيعيه، فلازم تصلح الجفون بس لازم نصلح الاول الغده الدرقيه طبعا عشان ما تزودش ما ترجعش العمليات دي. اولا نبتدي في مدرستين في العالم، بس عشان يبقى في ناس بتعمل الجفنين مع بعض فوق وتحت يعني دي ودي مع بعض، وفي مدارس تقول لك اعمل ناحيه واستنى اجمنتات اعمل الناحيه ايه التانية يعني اعمل لا اما فوق لا اما اعمل تحت. تحت ليه مشاكله وفوق ليه مشاكله. طب اني اخطر فوق اهم من تحت؟ لماذا؟ فوق انت عندك الفتحة العين من الجفن العلوي، يعني تفتح عينك وتقفلها من الجفن العلوي. طب لما يبقى ترهل الجفون وخصوصا لو معاه دهون كمان معاه تقل، دايما بيحصل في السن الكبير شويه. العضلات بتاعت الجفن تبقى ضعفت وده تقل عليها. طب هذا التقل عليها بيأثر على حاجه اسمها مجال الرؤيه. هتحس ان عينيه نايمه، مش عشان يجيب الصوره كامله لازم يعمل يرفع قوي يرفع قوي يرفع حاجه. ففي كتير قوي من دول اوروبا وامريكا بقت العمليه بتاعت شد جفون العلويه تحت مظله التامين عشان بتأثر على سوائته عشان ما بيعملوش حوادث ايه حوادث. طيب السؤال الاولاني، هم هناك ما بيعملوش حاجه كده اللي ما يكون بصلحه مع بابا، بيقول لك هو انا بوفر بيخاف على بلده وبيقول لك انا مش هصرف فلوس الا في المكان اللي ايه والله عندهم حق. لا هو كلام صح 100%. العمليه بتتم بند موضعي، بند موضعي موضعي وجوه اوضه عمليات. يا جماعه والنبي العمليات اسمها جوه اوضه عمليات، مش جوه عياده، مش جوه اوضه في عياده بالظبط. ليه اوضه عمليات؟ مفيش اوضه في عياده تبقى معقمه نفس تعقيم العمليات. ليه؟ عمليه بسيطه يعني ادخل فيها في مشاكل الالتهابات ليه؟ طيب عنده موضعي بنحدد المنطقه اللي هنشيلها، بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما هشيل دهون يا اما بشيل دهون زائد جلد. الجرح بيبقى هنا، جرح العين بيختفي تماما. كلمة تماما انا اعني كلمة تماما، مش هيبان. بنشيل الجلد عشان تحكم انت عندك جلد زيادة لا، وانت قافلة عينيكي مش وانت فاتحة عينيكي، ما اي حد فاتح عينيه هيبقى عنده جلد زيادة. احنا اهم حاجة تبقى انت نايمة وقافلة عينيكي كويس، فبنشوف الجلد الاكسس وانت مغمضة عينيكي. نشيل الجلد ونشيل الدهون، الدهون لن ترجع مرة اخرى. دخنت خسيت مش مرة اخرى. الجلد هذه العملية ليها مدة من 4 لـ6 سنين. يعني ايه 4 6 سنين؟ ما احنا بنكبر في السن. السن ما فيش حد بيفضل شباب طول عمره. وترهل الجفون سببها اغلبتها يعني 90% من اسبابها تقدم في السن. فاذا هيحصل ترهل تاني. بس يحصل امتى؟ حسب صحتك واعتنائك بنفسك والتعرض والبلوشن ومدخنه ومش مدخنه كذا ايه؟ قصه. فبنقول من 4 لـ6 سنين. ده الجفن العلوي اللي هو الجفن المهم مرضيا. الجفن السفلي، الجفن السفلي اغلبيه مشاكله بيبقى كتير قوي دهون، دايما بيبقى في مناطق دهون كتير. طبعا زي ما حضرتك قلت ان هو بيبقى دليل على امراض معينه، اختلال في الغده الدرقيه، والكلام ده كله. ساعات بيحصل مع مشاكل في الكلى، كحه مزمنه، انفيزيما كل ده بيعمل بفنس اللي هو بنسميه اللي هو الحته الجحوظ الحته الجفن السفلي. العيان بيبقى مشكلته الاتي، انا بيتقال لي كلام دمه تقيل، بيتقال لي انت مدمن، انت بتشرب خمر، انت مش عارف ايه. في في الثقافه الكلاسيكيه يقول لك بص شوف تحت عينه عامل ازاي، شوف بص اللي انت فاتح عينه منفوخه. اه بالظبط، ده عينه منفوخه منفخه من كتر المخدرات بالظبط كده، فبتعمل مشكله نفسيه للعيان. وده مش صح، وده مش صح يعني بجد فعلا. اغلبيتهم على فكره بيبقوا غاصه، بيبقى وراثيه او طبيعه الجسم بيبقى كده. برضه بنج موضعي تحت الرمش بالظبط، وساعات بتعمل من جوه الجفن نفسه على حسب. لو دهون بس ممكن تعمل من جوه الملتحم، لو جلد لازم افتح من تحت عشان اشد الجلد. العيان صاحي بنج موضعي في غرفه عمليات بيتشال دهون، وبرضه ان شاء الله ليس لها رجعه مره اخرى. وبعدين بنشدش الجلد بس، بنشد الجلد وبنشد العضلات. بنشد دي عضلات ايه؟ عضلات اللي حوالين العين. عضلات ضعيفه صغيره. صغيره يعني مش هي غوزه. هي غوزه بنشد بيها الايه؟ العضلات عشان نثبتها وندي قوه للجفن زي ما كان في الاول. العيان بيخرج في نفس اليوم
النتيجه بتبان في خلال اسبوع 10 ايام، لان اي منطقه العين منطقه حساسه، واي خبطه فيها انت لو اتخبطت في عينك بتلاقي فيه زرقان وغمال حوالين عينك. وعشان كده كان نظرتهم بره في مدارس كتير قوي ما عملش الجفن الفوقاني والجفن السفلي مع بعض، لان انت ما ينفعش يبقى اثنين متغيرين في معادله واحده. خلص واحد وشوف نتيجته وظبط عليه الاساس والايه؟ التاني. ودايما بتدوب الجفن اللي فوق لانه هو الجزء المرضي. فبيحصل حبه طغمات من 3 ل 4 ايام. بكل نقول للعيان طب انا هاجي اجيب ايه معايا؟ ما عندي بيسالني حاجه مهمه جدا، هجيب ايه معايا؟ هي ما تجيبش حاجه، جيب نفسك. جيب نفسك ونضاره شمس لو هتعملها، لو هنعملها الصبح عشان هو انت خارج تبقى لابس نضاره الشمس ما تاثرش على الجرح. انا ماليش دعوه بالنظر. ليس ماليش دعوه بالنظر، انا ليا دعوه بالجفون وليس لي علاقه بالنظر. حاجه مهمه جدا، ممنوع عمل هذه العمليات في عيان عنده التهاب في الجفون الا بعد الالتهاب من 3 ل6 شهور. دي حاجه مهمه جدا، لان الناس مش واخده بالها ايه من، وخصوصا في ايام الرمض والربيع ومش عارف ايه، والناس اللي عندهم بيبقى التهابات في الجفون من الداخليه والكلام ده كله. ممنوع عمل هذه العمليات الا لما الالتهاب يخف تماما. العيان ممكن يجي لك بالمشاكل في الجفون وعنده هالات سوداء ويقول لك طب طبعا عملت لي في الجفون بقى الهالات السوداء ما تشيلها لي. لا بص، الهالات السوداء دي بقى مشكله كبيره في مصر. يعني بسمعها كتير، وخصوصا ان ما فيش علاج لهذا ناجع كامل بيحسن. في حاجات بتحسن شد الجفون، بيحسن من ناحيه ايه؟ ان انت لما بتشد اي جلد اللون بتاعه بيفتح، يعني مش اكتر من كده. طب هل الهالات السوداء ليها علاج؟ على حسب. الهالات السوداء اللي ليها علاج اللي ليها سبب. اللي ليها ايه؟ سبب. نقص حديد، نقص فيتامينز، ستريس، قهوه، عدم نوم، كل ده مجرد ما تعالج السبب الهالات السوداء ايه؟ هتتحسن. رقم واحد. طيب الهالات السوداء الوراثيه. في اجهزه ومراهم كتير قوي بتستخدم. انا مش يعني بس ما فيش حاجه لك 100%. انا بكلم يعني بالك سبيكنج، هيحسن بس مش هيجيب لك اللي هو نص على البياض، مش هتحصل. هل شد الجفون مرتبط بسن معين؟ لا. يعني الست تقول لك انا لسه صغيره هروح اعمل شد جفون ليه؟ هو انا يعني هو السؤال المهم، انت بتعمل الحاجه اللي انت محتاجها مش لسنك محتاجها. يعني طب انا عندي مثلا كان راجل 25 سنه وعنده الباطنز تحت، بيقول لي انا شكلي وحش. طب ماشي نعملها. انا هقول لك حاجه صغيره، كان عندي ام وابنها عنده مشكله في الجفن العلوي. يعني عنده جلد مولود بجلد زياده فعامل تقل على جفنه ليه؟ العلو. عملنا له. انا بقول لك يعني مرتبطه، انت محتاج ولا مش محتاج. ناس كتير بتعتقد ان الجفون والدهون الموجوده هنا مرتبطه بدهون جايه من حول المخ. لا المخ في حته واحنا في حته ثانيه، ده هو مخه اللي تعبان. لا 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 مخ ايه؟ احنا كله تحت الجلد. مخ ايه يا جماعه؟ لا مالناش علاقه بالمخ خالص. انا بقول لك على حاجات بتبقى في الدهن. لا ده احنا مالناش علاقه بالدهون اللي حوالين الاي بول، مخله العين نفسها مالناش دعوه بالدهون بيها. انا دهون كلها تحت الجلد، مالناش دعوه خالص بالموضوع ده. هرجع للانف تاني. كتير اسئله جات لي بتتكلم على جلد الانف السميك. هشرحها لك بمنتهى البساطة. اعتبر الجلد ده هو لبس. أنت بتقول الآتي، أنا بشتغل على غضاريف والعظم، ده الجسم. لو لبسته حاجات سليم وفياع هتبين كل تفصيلة أنا إيه؟ عملتها. أوكي. لو لبسته جبت مثلا معطف أو جاكيت كبير أو جاكيت جلده سميك مش هيبين. يعني راجل عنده عضلات وعنده سيكس باكس والكلام ده كله، لبسته تيشيرت سليم تيشيرت رفيع هيبين كل تفصيله في عضلات ايه؟ جسم صح؟ طب لبسته جاكيت تخين مش هيبين، هيبين بس مش زي الايه؟ التيشيرت. يبقى اذا الجلد السميك مشكلته ان هو بيقول للعيان ان انت جلدك سميك، فانت المشكله الاساسيه عندك ان اللي انا هعمله هيبان بنسبه معينه مش هيبان 100%، هيبان مثلا 70-80% على حسب سمك الجلد بتاعك. ساعات بقول للعيانة انت جلدك حلو، ده احنا اي حاجه هنعملها لك هتبان ايه فيكي. كان اساتذتي قالوا لي كلمه احمد جميل واحمد عادل والكلام ده كله، وي ار تيلورز، احنا تغذيه، احنا بيجي لنا قماش حسب نوع القماش اللي هيجي لك. في قماشه تعمل لك فستان فرح، وفي قماشه ما تعملش فستان فرح، تعمل حاجات تانيه على حسب القماش اللي حسب القماش اللي جاي. اهم حاجه العيان يبقى فاهم كويس قوي ايه النتيجه هتبقى بتاعته.
وما يتوقعش اوفر دي ده يعني كده. احنا دايما تغذيه التجميل بتقعد مع العيان فتره طويله ليس للكشف وانما للدراسه النفسيه، دراسه نفسيه وتفهيم العيان انت مشكلها ازاي. تكرار العمليات سواء الانف او الجفون ترى موقعها ايه؟ يعني عمليه باسط وجايه لك حد عايز يعملها تاني في الجفون او في الانف، يعني العيان مبسوط ولا مش مبسوط؟ على هو مش مبسوط ليه؟ هو عنده مشكلة فعلية فعلا، عنده مشكلة فعلية فعلا، مش هنروح في اتجاه البق يبقى تتعمل طبعا، تتعمل تتعمل بسهولة ونتائجها كويسة. الريدو ما هو الريدو اتس اوكي، بس الريدو برضو مخ العيان عاوز ايه. خلي بالك دي هي على فكرة، انت اهم حاجة قبل ما تعمل اي حاجة بالذات الريدوهات، يعني دايما الريدو الريدو اللي هو اعادة العملية، يعني مثلا عامل تجميل انف ومش عاجباه تقعد معاه قبل ما تقول انت شايف عملية تجميل، يعني دايما في تركات احنا بنتعلمها اساتذتي علموها لي، قال لي اقعد اقعد ساكت، طب انت مضايقك ايه؟ ممكن يبقى انت شايف حاجه طبيا غلط وهو متضايق من حاجه ايه؟ الثانيه خالص، الثانيه خالص، مثلا عندي فتحتين انا كنت عاوزهم فتحه واحده مثلا. بقول لك والله العظيم مثلا ما بهرجش. فهذه النقطه بتقعد ساكت تقول له لا ما فيش مشاكل مش عارف ايه. انما غلط توجه العيان لحاجه معينه. غلط توجه، على فكره بقت حاجه قانون في امريكا ان غلط تكره العيان في جسمه. يعني ايه؟ يعني دخلت تقول لي انا عندي مشكله في الانف. طب وانا شايف كمان حبه تجاعيد هنا، وانا شايف كمان حبه تجاعيد هنا. لا وانا خلاص ما بتكلمتش بالظبط، دي مهمه قوي. دي بقت اتس اجينست لو ضد هو اللي بيحصل ساعات بيني وبينك انه انا لاحظتها، يعني انا يمكن ليا حد مريضه او يعني بتجيلي وبتشتكي من حاجات معينه. فهي بتشتكي من حاجه تقول ايه رايك اعمل كذا، ايه رايك اعمل كذا، عندها مشكله واضحه في الانف. اوكي، بس هي اللي توجهك انا عاوز اعمل عمليه في الانف. صدقني انا اول انا سكت مره 2 3 10 هي اساسا تعتبر جاره كمان لغايه لما جت لحظه معينه قلت ده لازم اقول لها على فكره انت محتاجه تعملي انف، تعملي انف. اتفتحت في الكلام لمده نص ساعه على انها عايزه تعمل العمليه وبتفكر فيها كتير، لدرجه ان انا جيت في نص الكلام قلت لها طب انت ما قلتليش ليه من قبل كده انت عايزه تعملي؟ هقول لك ليه؟ في احساس في كعرب وك بالجلد انها تعمل عمليه تجميل. جلد سنسيشن، جلد سنسيشن، انا مش فاهم ليه؟ احساس الذنب، احساس ليه؟ يعني انا مش فاهم، طب انت بتحسش بالذنب ليه وانت بتلبس كبس كويس؟ بس حاجه بالذنب ليه وانت بتحرق دقنك؟ يعني اشمعنى دي الاحساس؟ انا بقول لك على الاحساس. اقول لك والعب. حاجه الطف بقى انه كتير من النجوم ما بيحبوش يتصوروا مع جراحين تجميل عشان ده انا عارفها دي كويس. انا لا اقول لك حاجه اكتر من كده كمان ولا يخرج معاكم في حته. لا بص هو بغى الموضوع السهل، انا جيت مصر هنا لما جيت قابلت ناس يعني عملتهم ولا الهوى هو انا بالنسبه لهم ايه ده؟ لا يعتبر اول يا ابني مش هعمل لك عمليه، كنت اظن مش هعمل لك. فانا بعمل نفسي برضه ايه؟ ان اول مره خلاص يعني، بس ده برايفسي، هو من حقه. هو من حقه. انت نورتني واشرفتني واسعدتني النهارده. ربنا يخليك. الحقيقه يعني دائما مبدع والحوار معك دائما ممتع يعني. ربنا يخليك. مزيج الابداع العلمي مع الامتاع الحكائي اللي بيحكي كلام الناس، ناس بتفكر ازاي، بيخلي الناس تفهم حاجه مهمه جدا ان احنا، وده من ضمن اهداف البرنامج ومن ضمن اساسيات اللي احنا بدانا نشتغل عليه في الفترات الاخيره، ان احنا بنوري الناس بفهمهم ان احنا لا نعيش في كوكب الاطباء. في ناس روجت في عقول الناس انه الدكاتره دول دكاتره بيفكروا بطريقه عمليه وبسرقه، دول ده كلام دكاتره، ده كلام، ده احساس دكاتره. مش في مقوله في مصر انا استريحت لك يا دكتور؟ دي مهمه قوي. دي مهمه جدا. وانس انت وصلت ليها العيان هيبقى يعمل اللي انت عاوزه مظبوط، هو هيطيع اوامرك وهيطيع وهيعمل كل حاجه واثق فيك واثق فيك. ودي مهمه جدا. اللي انا عايز اقوله بس انه الدكاتره لا تعيش في كوكب اخر، الدكاتره بتحس بفكر الناس، واحنا حتى لما بنقعد ساعات نقول كوميديا على اسلوب معين احنا ما بنتهكمش على كلام الناس، احنا بس عايزين نرسخ في دماغهم ان الفكره دي غلط، فبنتخذ اساليب كتيره، مره نقولها بطريقه علميه، مره نقولها بطريقه كوميديه، مره نقولها واحنا بنتريق على نفسنا ان احنا بنستحمل ان احنا نسمع كلام غريب ساعات، يا ما يجي حد يقول لي انا حاطط كريم لمناخيري. حاول ايه؟ يعني كريم ايه اللي هينفعك في مناخيري؟ حلو والله طلع لي الكريم.
بيصغر المناخير؟ لا لا، قال لي بيظبط. بيظبط المناخير؟ قلت له يعني تكبير ولا تصغير؟ بيظبط. بس كنت بمدح كده، قلت له نسيب الحاجات دي عيب يا ابني. والله الكريمات دي انتشرت في حتت كتير كتير قوي، من الناس بتجيب بتتخم تروح تشتري كريمات تكبير وتصغير لحاجات كتيره. المناخير يا سيدي اهم حاجه، ما يعملش ما يخشش اوضه العمليات. هي دي على فكره الفكره اللي هنا. anyway نورتنا ربنا يخليك يا دكتور عيد. ضيف العزيز سوبر ستار جراح التجميل استاذ الدكتور حاتم الصحار، كالعاده امتعنا في حواره، وكالعاده الحوار موصول في الناس الحلوه. ازاي هقعد بجهاز تقويم زي كده 12 شهر او 24 شهر سنه او سنتين وانا بشتغل في الميديا، او وانا بشتغل في وظيفه بتتطلب ان انا بقابل الناس وبتكلم معاهم؟ ده مش مناسب جدا لطبيعه شغلي ولا لوضعي الاجتماعي.